وينضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، بعد التحية، ضعنا في تفاصيل ما شهده اليوم من محطات خلال هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، وأيضا ما هو متوقع من لقاءات خلال الساعات القادمة. نعم ليلى، يعني حقيقة ما شهدته نيودلهي اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الهندية. كان جدول السيد الرئيس اليوم حافل ولا زال مستمرا حتى هذه اللحظات. في تلك الآونة هناك عشاء عمل رسمي يتم للسيد الرئيس بالقصر الرئاسي هنا بنيودلهي، وقبل هذا العشاء الرسمي سبق جدول أعمال كان ابتدأ منذ الصباح الباكر بزيارة رسمية للسيد الرئيس واستقبال رسمي من جانب رئيسة الجمهورية الهندية ورئيس الوزراء الهندي في القصر الجمهوري، ثم لقاء السيد الرئيس مع رئيس الوزراء الهندي في مقر الحكومة الهندية، ولقاء السيد الرئيس أيضا مع وزير الخارجية الهندي. وكان هناك لقاء في قبل ختام أعمال اليوم، كان هناك لقاء هام عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الشركات وكبار المستثمرين الهنود هنا، والذي كان به علامات بارزة تمت خلال هذا اللقاء. لكن مجمل الصورة وانعكاس هذه الصورة هو وصول العلاقات المصرية الهندية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. هذا الأمر سوف يدفع العلاقات قدما ما بين الطرفين المصرية والهندية في شتى المجالات إلى سيأخذه خطوات إلى الأمام، وهذا ما ظهر جليا من خلال عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها. وكان هناك تركيز كبير على مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، ونحن نعلم التطور الهندي في هذا المجال، ومن ثم استفادة الجانب المصري من هذا المجال فيما يتعلق بتواجد استثمارات هندية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوطين هذه الصناعة والخبرات التي يمكن أن تنتقل من الهند إلى الجانب المصري في هذا المجال. هذا شيء هام للغاية. هناك أيضا ملفات أخرى سوف تأخذ منحدرا كبيرا للأعلى خلال الفترة القادمة، وهو ما زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند دفعت هذه الملفات قدما إلى الأمام. الملف التعاون العسكري سوف يأخذ خطوات هامة جدا خلال الفترة القادمة، واستمرارا على التواصل المستمر والمناورات العسكرية والتعاون الذي يتم ما بين الجانب المصري والجانب الهندي فيما يتعلق بتبادل المعلومات للتعامل مع المنظمات الإرهابية، وأيضا تأمين الأمن السبراني فيما يتعلق بالاتصالات. هناك أيضا ملف هام سوف يأخذ أيضا دعما من جانب الطرفين، هو ملف الاستثمارات. هناك اتفاق ما بين الجانبين المصري والهندي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الهندي بزيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، 5 سنوات المقبلة، إلى 12 مليار دولار. هذا بعيدا عن الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وفي مجالات أخرى يريد الجانب الهندي أن يستثمر بها. حينما تحدثنا مع رجال الأعمال والمستثمرون الهنود، هناك رغبة شديدة منهم للغاية، وهو ما لمسناه بعد انتهاء المؤتمر، بعد انتهاء المائدة المستديرة التي شرف حضورها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى الوزراء المعنيين. شاهدناهم هم يتحدثون بحماسة عن الاستثمار في مصر، يتحدثون مع الوزراء المعنيين الذين كانوا محضرين عدد من الملفات لدعم عملية الاستثمار في مصر وعرض على رجال الأعمال الهنود. هناك حماسة كبيرة من الجانب الهندي لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة ما بين الجانبين، وبالأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مجمل الزيارة حتى هذه اللحظة أتت ثمارها، استطاعت أن ترفع العلاقات المصرية الهندية إلى رحاب أوسع وإلى علاقات استراتيجية. ونعم ليلى. أشكرك شكرا جزيلا محمد عبد الله، موفد التلفزيون المصري من نيودلهي.